الله معك. احترامي. شو يعني عمي ابو عامر؟ غازي ما رضي يخلي سبيله لابي ويطلعه من الكركون؟ والله ما رضي يا جماعه، مع اني حاولت معه كثير بس فالج لا تعالج. ابو عامر؟ يعني غازي افندي لوين بده يوصل؟ شو بده؟ مختار، غازي افندي بيبس راسه ومقتنع انه ابو جميل هو سبب موت ابنه بشير. لذلك بده يحقق مع ابو جميل ويمكن يحوله على القلعه. شلون يعني بده يحقق معه؟ ما هو بالاصل اتهمه انه قتله ابن ابنه. خلصنا مختار، خلصنا الشغلة مبينة. الجماعة بدهم يتبلوا أبي. بسيطة يا غازي، أنا بفرجيك. جميل، شو بدك تعمل؟ بتشوف شو بدي أعمل. جيت إني أقعد وأسكت وحط رجل على رجل وأبي مدحوش بالكركون؟ هاي مو زابطة معي منوب مختار. جميل، ما بصير هيك، فهمنا شو بدك تعمل. ما بعرف مختار، ما بعرف. المهم إني ما رح أسكت منوب، وخاصة على البلعة اللي أكلها أبي. جميل، وقف لك، وقف حكيني. معلش مختار، نحن ما بنرضاها انه ابي يندق بالسجن ولا يرفع فلاب. لك يا ابني، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بتعرف يا ابو حسني، الشغلة حتكبر كتير كتير.